بعد زيادة في عدد مفردات السلة الغذائية، أبنى المواطنون بمحافظة صلاح الدين ارتياحهم بهذه المبادرة، والتي أسهمت بإعانة العائلات لا سيما ذوي الدخل المحدود ومساعدتهم في معيشتهم اليومية. المواد الغذائية الحمد لله يعني وضعها زين ومتحسن هسه، بدأ ينطون مواد زينة، بس المشكلة بيها عندت المواد الغذائية تتأخر علينا، يعني التمة عنده يتأخر مثل مال التاسع لحد الآن ما وصل، ناس وكلا وزعت وكلا ما وزعت. المواطنين من أبناء محافظة صلاح الدين طالبوا أن يكون هنالك استمرار وانتظام في توزيع هذه المواد على المواطنين، وزيادة بعض مفرداتها، وإعادة مادة السكر إلى كميتها السابقة، والتي تعتبر من أهم المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن. نشكر وزارة التجارة على هاي المواد الغذائية. صح هي ضافوا بعض المواد، البقوليات ما تعتبر أساسية، بس يعني ما يخالف العالم تتقبلها. في المواد الفقير يعني عند العدس يقدر يستوعب عندها، فاصوليا يستوعب عندها، بس بالنسبة للشكر يعني كان كيلو وين سوى كيلو شوية تأثر. فيعني وبعدين هي كل شهر ينطون، كل بين شهر وشهر تأثر على المواطن. الاستمرار بهذه الآلية في توزيع المواد الغذائية يسهم بإعانة الأسر بمحافظة صلاح الدين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود. للقناة العراقية الإخبارية، حامد السامرائي، صلاح الدين.